فيما يخص موضوع الديمقراطية التشاركية وفي موضوع إشراك المجتمع المدني اللي هو يعني أحد الأهداف التي نشتغل عليها في المرصد الوطني للمجتمع المدني لتجسيد هذه السنة، لأنه كما قلت اخترنا شعار التشاركية لنعمل على تجسيد التشاركية، لأنه اليوم فتحنا نقاش ولكن نحتاج إلى أن نزيد نقش أكثر هذا الموضوع وأننا ندرس هذا الموضوع أكثر ونشتغل عليه حتى تتجسد هذه الشراكة على كافة المستويات. لكن إحنا راح نشتغل على هذا الموضوع بناء على ما تم تقديمه في هذا المنتدى، فنقول بأن هذا المنتدى هو مرحلة أولى، وراح يكون فيه أيضا دراسة لموضوع التشاركية في الدورة المقبلة للمرصد اللي راح تكون في بداية شهر جوان، وأيضا سيتم تناولها عبر الندوات الولائية.